يا مساء الفل على حضراتكم، يا رب يوم سعيد عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم ان شاء الله. استوديو تحليلي لاهم مباريات افتتاح مباريات الجوله ال 14 للدوري المصري الممتاز. دوري قوي، دوري صعب، دوري مثير جدا في احداثه، نتائج بتتغير، مراكز بتتغير، كل اسبوع في جديد. انطلاق الجوله النهارده هيكون فيها صراع جديد على النقاط الثلاث. اليوم الاول ثلاث مباريات قويه، انبيا يستضيف نادي مصر والانتاج الحربي يصطدم بحرس الحدود. الانتاج الحربي بقياده الكابتن مختار مختار وحرس الحدود بقياده الكابتن طارق العشري، مواجهه كلاسيكيه في الدوري المصري بين اثنين مدربين محترمين للغايه، طريقتهم دايما التقفيل الدفاعي الجيد. اما الاسماعيلي فيواجه في اخر مباريات اليوم فريق السموحه، مباراة المدربين الجدد الكابتن حمادة صدقي في ضربة البداية أمام جوميز في ثاني ظهور له في قلعة الدراويش. الدوري المصري من جديد يعود بنفس القوة، ابقوا معنا.